هناك في السفانية مكث 5 سنوات. هذه السنوات الخمس صنعت خالد الراشد الداعية. هذه 5 سنوات اللي مكثتها في السفانية صنعت خالد الراشد الداعية. كيف صنعتني هناك؟ جيت يا إخوان إلى مسجد ما شاء الله الإمكانيات كلها موجودة فيه، لكن ما كان في أحد يعمل، ما كان في أحد يعمل إلا المسجد معطل، بلا إمام، بلا مؤذن، بلا كذا، بلا كذا، بلا كذا. كنت قبلها بدأت أتدرب على إلقاء الكلمات مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا. ما أنسى ذاك اليوم حين انتقلت إلى بكرمي، حين قال لي إمام المسجد بكرة تخطب الجمعة. بكرة؟ شلون بكرة؟ عطني أسبوع. قال بكرة عشان أنا على سفر، على سفر الليلة. طيب الحل؟ الحل قلت ما عليك إن شاء الله، بس لا تقفلون المسجد الليلة. قلت لا تقفلون، لا تقفلون المسجد الليلة. طلعوا بعد صلاة العشاء الساعة 12، أنا طلعت من المنبر الحالي 12 بالليل. يا إخوان إن الحمد لله ما في أحد، ما في إلا أنا، ما في إلا أنا والمسجد. اليوم الثاني من هنا، من هنا ترجعت. أول خطبة، أول خطبة جمعة خطبتها، خطبتها في حياتي ولا أنساها، كانت عن الصلاة، كانت عن الصلاة. وكنت شديد فيها على المصلين شوي، لكن سبحان الله قد يقسو عليك من يحبك، قد يقسو عليك من يحبك. انتقلت إلى السفانية، وجدت المسجد معطل، جمعت الشباب قلت يا إخوان ما يصير، 3000 موظف في منطقة نائية يحتاجون من يحتضنهم، من يرتب لهم الوضع. شوي شوي أنا إمام المسجد، شوي شوي أنا خطيب، أنا خطيب المنطقة. شوي شوي ساعات العمل هناك أعطتني فرصة للقراءة، للكتابة، لأشياء كثيرة. رجعت بعد 5 سنوات فإذا بإمام المسجد اللي أنا فيه الأخضر يترك مكانه وينتقل إلى مسجد ثاني. الشيبان يبون من؟ يبونني أنا الآن. يا الله شو أسوي أنا؟ يعني الوضع يختلف، هناك منطقة نائية وهنا منطقة، هنا منطقة مأهولة. فجأة والله يا إخوان بلا اختيار مني وجدت نفسي في مسؤولية ما يعلمها إلا الله. فانضبطت في مسجدي، أحافظ على صلواتي، وأحافظ على قراءة كتاب وكلمة على مصليني من حين إلى حين. وكنت أنتقل كل يوم أحد من مسجد إلى مسجد، ألقي كلمة. في رمضان، أول رمضان في المسجد، النساء ذات إقبالهن على المسجد، وبدأنا نخصص كلمة للنساء خاصة في رمضان. فلما انتهى رمضان اقترحت النساء أن يكون بعد رمضان درس أسبوعي للنساء في كل يوم أثنين. فوافقت على هذا. سبحان الله الدرس النسائي كان يسجل، وكنا نسجله في تسجيلات قريبة ثم نرجع الأثنين اللي بعده نوزعه على النساء في الدرس. أبدا ما تجاوزنا هذا الحد، إلى أن جاء يوم سجلنا شريط في نفس المسجد في درس مسجدي اسمه قوافل العائدة، اسمه قوافل العائدة. سبحان الله بعد أن سجلناه للمسجد ووزعناه على النساء، صاحب التسجيلات كان يبقي نسخ عنده من هذه الأشرطة، فجاءني صاحب التسجيلات يقترح علي أني أعيد هذه المحاضرة في مكان عام. قلت من أنا علشان أعيد هذا في مكان عام؟ قال استعن بالله، ترى المحاضرة طيبة وكلماتها موجهة إلى النساء، والنساء تحتاج إلى كذا وتحتاج إلى كذا. قلت أوافق، لكن بدون إعلانات بدون شيء، على أن تكون كلمة نسائية في مسجد آخر. فوجئت بعد شهر في شريط في السوق يباع اسمه قوافل العائدة. كذا والله يا إخوان وجدت نفسي فجأة في السوق في شريط اسمه قوافل العائدة لواحد اسمه خالد الراشد. يسألني كثير من الشباب عن السر الذي غير حياتي وكذا وكذا، والله لا أجد جوابا إلا المسجد وصلاة الجماعة.